يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من وسائل الدعوة الجائزة تصوير المحاضرات عن طريق الفيديو ونقلها للناس؟ هذا يعترضه تحريم التصوير، فلا نجعل وسيلة محرمة للدعوة، ما نجعل للدعوة وسيلة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وتوعد عليه بأشد الوعيد، وهناك وسائل مباحة تغني عن التصوير، الحمد لله. نعم.